مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. وبعد تداول في السوشيال ميديا مقطع الفنان محمد بشنات رفقة فتاة، من المرجح أن تكون زوجته المستقبلية. وجهت منى الإمام رسائل بالصوت والصورة غاضبة لهذه الفتاة باعتبار أنها كانت صديقتها المقربة. نوكلوك نشربوك، دخلت للدار لبسوك لبستنا، ديروا فيك الخير. نوكلوك ملحنا باش عرفة تي تدي فلاسنا تقدريش. جبو با تخاك راح تروحي بعيد، كاين ربي كاين ربي. الملح اللي كريتيه عندنا والملح اللي كريتيه عندنا والخير اللي درناه فيك راح يخرج فيك طول طاخ. ما عادش تربحي، الناس تعرفك، تعرفك واش تسوي، تعرفك واش تكوني ومنين جيتي. ايكوت سي سيتو نخرج من فو، سي سيتو اون اوتر جو من فو كارمو داكور. تو لو موند ا لو دووا دو روفير سا في، تو لو موند اي هورو دون سا في، ميم ا سير الي هورو. مي ماشي من دارنا، مش با داكور، مشي من صالون تاعنا. اوكي مشي اللي درت فيها الخير و كانت تلبس لي حوايجي. ومني لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.